السلام عليكم البنات، كي الولاد والمتتبعين والمتتبعات الوفيات اللي كيتابعوني في القناه ديال ام فاطمه زهراء، اللي دائما ترحب بكم ونقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم واحد الصابلي اللي رائع. غادي ندير واحد الحليوات تيجيو العشيه. المهم صابلي اللي تيجي صابلي بريستيج وتيجي رائع وتيجي راقي وتيجي في المستوى صراحه وزوين، واللي ما كيضيعش وكيجي زوين بزاف مع واحد الفقاس مرولي اللي كيجي زوين حتى هو. نتمنى الله يعجبكم وانا اللي يعجب ديالكم، وجلسوا معايا حتى لنهايه الفيديو. واحد الغريبه البهله حتى هي درتها البنات، هي كيف تشوفوا راني درت كل شكل دايره منه تقريبا 3 كيلو البنات، اللي تيجي رائعه وزوينه ونتمنى تعجبكم. وخليكم معايا البنات وما تمشيو فين، خليكم مع الطريقات مع المقادير وطريقه التحضير، واجيو معايا نشوفوا المقادير ديال هاد الصابلي اليوم ان شاء الله اللي غادي نصايب معكم. الله وتوكلنا عليك يا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. اليوم البنات غادي نوريكم واحد الطريقه ديال الفقاس رائعه وزوينه بزاف وطريقه جديده. كي تشوفوا عندي هنا اللوز حليته على هاد الشكل، عندي هنا البرقوق مقطعه، هو عندي الزبيبه البنات، هو الزبيب والزبيب وشويه ديال المشمش، المهم مكسرات كلهم البنات. كاين اللوز، كاين بالنسبه للعجينه البنات درت فيها النفع و6 ديال البيضات في الكيلو، جوج كيسان الزيت، جوج كيسان السنيده، معلقه ديال النفع، حبه الحلاوه، واحد الفاني، جوج معالق كبار ديال الجنجلان ولا حتى ثلاثه البنات، ودعجنوا عجينه عاديه طبيعيه ديال الفقاس تكون دلوكه شويه على الطريقه هذه، وقطعوها بهذا الشكل. هنا وكاس ونص البنات الماء ولا الحليب اللي بغيتوه، الا ما بغيتو تعوضوه بالحليب عوضوه، حنا درنا الماء. المهم ونص خميره ديال الحلوه، ولا كانت الخميره ديال المغرب 5-7 الغرامات ديروا وحده كامله، واللي كان ساكن برا ما كاينش في المغرب يدير نصف الخميره ديال 11 غرام. هذا ما كان البنات، دابا غادي نطلق ونوريكم الشكل ديالو ان شاء الله. ديروا واحد البلاستيكه من التحت وتزيدوا عليه واحد البلاستيكه من الفوق. كيف تديروا الفقاس البنات، غادي نشدوا الخبيزه ديالنا، غادي نطلقوها مزيان كما تتشوفوا، غادي نطلقوا الخبيزه ديالنا مزيان، غادي نطلقوا هكذا الخبيزه ديالنا مزيان هكا، غنطلقوا هاد الكريسات اللي قطعنا، غادي نديروا بالشكل ديال الفقاس الاخر. كي تتشوفوا عندنا البيض، البيض راه زيدنا واحد جوج بيضات حطيناها على نص صفار باش غندهنوا، ودرنا البيض فهاد الكويس، غادي نديروه نوريكم. هذا كايرولي بحال اللي بغيتو، الا كان عندكم حتى الشيكولا ولا الباستا ولا يمكن لكم اي حاجه، ماشي مفروض باش ديروا اللوز ولا ديروا نتوما البرقوق، ولا على حساب المتوفر في البيت، كل واحد وعلى الاستطاعه ديال النفس ديالو. راه كاين الانسان اللي عنده الله يحسن الاحوال، كاين اللي ما عندوش. ديما تنقول لكم البساطه ما تعلقوها هكذا، كيف كيف كنخدم هكذا على هذا الشكل، هذا يكون رقيق البنات باش كيطلع ناجح 100%. انا غنوري معكم وحده ومن بعد البنات حتى نقرص تيطيب ونوريكم الشكل ديالو. الطياب ديال الفقاس راه دائما تنقول لكم خاصكم تطيبوه في الفران، يكون بارد ما يكونش الفران سخون. ها نتوما كيف تشوفوا دابا غندهنوا بالبيض، البيض ديال البيض ما ضربتوش مزيان كدا مزيان، غادي نقطعوا هاد المكسرات. هذا راه البرقوق كي تشوفوا راه تيجي فيه رائع رائع رائع، والبرقوق كيما عرفتوا راه صحي وراه زوين، وهادشي اللي غادي نديروا فيه كله صحي. هانتوما البنات كتشوفوا صافي بعد الكبره ديالنا، بعد ما قطعت ديك البرقوق غادي ندير دابا شويه ديال الزبيب كما كتشوفوا هكذا، غير شويه شويه الزبيب والمشمش هذا كيف كتشوفوا هكذا. درنا المعسلات الاولين، هاد الحوايج اللي تكونوا معسلين فيهم السكر، والسكر البنات نقصوا شويه ديال السكر، لان هاد الفاكهه كلها حلوه، اللوز حلو والمشمش حلو الزبيب حلو البرقوق حلو. دابا غنديروا اللوز، غنرولي معكم غير رولو الاول، ومن بعد باش غادي نصاوب بسرعه البنات غادي نوريكم عيش كيل الفقاس اللي غادي ندير معكم اليوم. ها هو البنات كما تتشوفوا عندي اللاطه ديالي موجده وما كنشعل الفران البنات حتى كنسالي الرولو ديالي كله كما تتشوفوا هكذا، غادي نضربوا عليه شويه بالدلاف باش كيشد فيه ديك المعسلات اللي درنا ديك المكسرات كما تتشوفوا هكذا،
غادي نوريكم الطريقه كامله نتوما. صافي غادي نبداو نروليو عادي كيف تنروليو الفقص هكذا، وحنا تنقلبو وحنا تنشدو ويكونش قاصح بزاف العجينه، باش نقول لكم باش كيطلع الفقص ناجح نتوما البنات. ونورو على حساب الفقص قداش بغيتوه ديروه نتوما، كبير ولا صغير على حساب اللاطه. كاين اللي عنده اللاطه في الفرن ديال الزنقه تدير فقاصه كبيره وكتجي طويله هكذا وكو سطح العمل كبير، من الاحسن تيكون في الفرن ديال الزنقه تيجي روعه عاوتاني. صافي البنات هو هذا، وغادي نقلبو ديك القطعه نردوها لتحت، هاهي فاش كتجي ديك الحليله كتجينا من تحت، لينا تجينا من تحت هكذا تنوسعو يدينا. غادي نوجدو اللاطه ديجا كيما كتشوفو، صافي البنات غادي نوري معكم عي وحيده وغادي نبقى نصاوب دابا ديريكت. هاهو البنات بعد ما ساليتو ودهنتو شويه القهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الخل مع صفر ديال البيض، صافي البنات هو دابا غندخلو للفرن، الفرن محلول. غادي نوريكم الفرن ديالي كي تشوفوا، غادي نديرو هذا الشكل هذا هكا. ها هو غادي نخلي الفران بارد، الفران على درجة الحرارة 250، ها هو على 250 درجة. صافي البنات غيسخن، غادي نقصو فاش غيسخن لي الفران حيت أنا دايره في الفران بارد، غنردو 200 درجة فقط، وهي ديالو 100. غادي نشارك معكم اليوم إن شاء الله صغير ذكورا وزوين. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم يا رب يسر أمرنا وأمر المسلمين أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد الصابلي كما كتشوفوا، هو البنات غادي ندير هاد الصابلي. درت جوج كيسان ديال سنيدة ودرت واحد الزبدة من فئة 500 غرام، ها هي البنات من هاد الشكل هذا ديال الحلويات 500 غرام نص كيلو هكذا البنات. غادي نعجن هذه حتى تدور على شكل كريمه كي تشوفوا، غادي نردها حتى ترجع ليها على شكل كريمه، هاد الزبده مع هاد السكر هكذا مزيان. غادي ندلكوها من بعد غادي نزيد جوج كيسان ديال الزيت كما كتشوفوا، واحد الكاس ديال الزيت ولا جوج المهم على حساب الحلوه اللي غادي تصاوبوا نتوما هكذا. غادي ندلق العجينه الصابليه البنات، كلشي عارفها عجينه وحده اللي كاينه ديال الصابلي فقط ما فيهاش جوج، شويه ديال المليحه تاع الذوق، واحد الفاني نديرو واحد الفاني نخدمو حتى هو مع هاد الزبده باش كتخدم مزيان بالفاني. خميره د الحلوه ما غاديش نديرها كاع البنات نهائيا في الصابلي، ما ديروهاش ما تحضروهاش في الصابلي باش ما كيغواش باش كندخلوه في. شوف البنات غادي نخدم هاد الزبده مزيان هكذا، وانا كندير ديك الزيت تدريجيا شويه بشويه كما تشوفوا. دائما تنقول لكم الصابلي ما تحضروش فيه الخميره هكذا البنات. غادي نشاركها معكم تطبيق العجينه ديالي ديال الصابلي اللي كندير انا عجينتي انا. بعد ما تخدمت هكذا عندي واحد اليد هيا ما تنقدرش نخدم به مزيان، بعد ما درت شويه ديال هاد النكهه ديال الليمون هي اللي كتعطي مذاق رائع في الصابلي صراحه. شوفوا كي خدمت البنات هاد الصابلي على نص ساعه وانا تنخدم فيه مع يدي مريض، واخا تشوفوا هكا ما غاديش يعطي اللون. هانتوما درت هاد النكهه هادي، دابا صافي البنات غادي نبدا ندير الطحين تدريجيا وما غاديش ندلك. فاش غندير الطحين غادي نحرك غير براس الاصابع باش ما كيتترد لك الناس الصابلي وكيجي مجبد وكيطير ديك البواط معانا. البنات كي ولات الشكل ديال هذا العجينه ديال الصابلي، دابا غادي نبدا ندير الطحين ونجمعو غير براس يدينا هكذا، ما غاديش نعالكو هكا غير بيدينا براس الاصابع باش الصابلي ديالنا ما يتعجنش. صافي غادي الطحين من نوع ممتاز، فرينه ديال الحلويات فعف المغرب تتكون طريات تتكون ميمونات تتكون الانواع ديال الطحين. حنا هنا حتى حنا عندنا الانواع كل مره ودايا نجيبو لان يكون النوع المزيان ديال الحلويات ماشي ديال العجينه. صافي البنات هكذا حتى نجمع الصابلي ديالي ونوريكم.
كنديرو لك ديجا رائعه وزينه كنخدم مثلا ديال الزواق وانا نتلقى البنات على الموز باش الشكل النهائي البنات ديال الحليوه اللي درت معكم اليوم. نتمنى من الله تعجبكم ونال الاعجاب ديالكم. هذا هو الصابلي اللي درت معكم، صابلي بريستيج بشكل رائع وراقي صراحه، يستاهل التجربه وتيجي زوين. وكيف تشوفوا هو ما مجبد ومقرمش البنات، المهم على المنظر غادي يعطيكم الخبر. هذه هو اللي فننت في العشيش اللي فننتو في اللوزيفيلي، تيجي وجنجلان تيجي رائع، وزينتو بهذا اللي فخوي وهذا زينتو بهذا الحبيبات ديال العقيق، تيجيو زوينين. هذا الفقاس ديالي المرولي كي تشوفوا رائع حتى هو وزوين ويستاهل صراحه التجربه. ونتمنى من الله يعجبكم الفيديو اللي حطيت معكم وينال الاعجاب ديالكم. وإلا كتعجبكم المحتوى ديال الفيديوهات اللي تنحط معكم دعموني باللايكات ديالكم واشتركوا معايا في القناه ديالي وديروا ابوني اللي ما مشاركش انا في القناه يدير ابوني ويبارطاجيه مع العائله والاصدقاء والمعارف ديالكم. واللي ما مشاركش لاشين دائما تنقول له مرحبا والف مرحبا، ابوني لاشين يفعل الجرس باش يتوصل كل ما هو جديد، فضلا ليس امرا. وهذا ما كان البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى يوم جديد وفيديو جديد الى بقى العمار ان شاء الله البنات.